جدا اصلا مهمه جدا، اي رياضه في العموم مهمه جدا في حياتنا، لان احنا بنقول في لغتنا احنا في الرياضه ان الرياضه بتدي عمر فوق العمر، او بتصغرنا في السن. يعني دي اهم شيء، احنا ازاي هتلاقي كل السيدات شايفين على بعض، دي اهم شيء. زي ما هو المفروض ان احنا نبقى ايه، دي ناخدها حافز دينا اكتر، احنا عايزين نبقى مبين اصغر، نبقى شكلنا كويس او مهتمين جدا بصحتنا. فهي اكتر الرياضه بنصح اي حد ان هو لازم يهتم بالرياضه جدا، ويهتم ان هو يتمرن كويس، ويهتم ان هو يظبط النيوتريشن بلان او الدايت بتاعه عشان يقدر يكمل. بالظبط. وانا بصراحه عجباني هاني كتير، تحكي لنا شويه عنها. ممكن. بصي احنا عندنا هنا سوت، عندنا نوعين من السوت، عندنا واحده جامب سوت زي كده، تمام، وعندنا واحده فيست سوت زي كده. عندنا كل البادي عليه تنسز كلها، يعني عندنا اثنين على الشست، اثنين على الابس، واثنين كوادريسبس، واثنين هامسترينج، واثنين جلوتس، وستة على الباك، تو ابر باك، تو ميدل على الباك، تو ميدل، وتو لور. اوكي، في اثنين طبعا في سايز للكبير والصغير، يعني هي حاسه اكس سمول عادي، ولا هي لازم تكون تايت على الجسم؟ هي لازم تبقى تايت جدا على الجسم عشان يوصل التنسز بتاعتنا اكتر ما بتبقى في الطبيعي. احنا لازم تبقى السوت تايت على الجسم عشان توصل الالكترونز بتاعتنا. اوكي. انا ببتدي اول لما بخش السيشن بمسك السوت كده ارش على التنسز ميه، تمام؟ فببدا ارش على التنس ميه عشان توصل الالكترونز بتاعتها، لان انا لو ما رشيتش التنس ميه كانها على الفاضي، كانها مش هتعمل كونتراكشن خالص على المسلز، تمام؟ العلاج الطبيعي بيحط جل، احنا هنا نفس الحوار بس احنا بنحط ميه مكان الجل، تمام؟ هي زي ما قلت لك على الجسم كله في تنسز، تمام؟ في تو على الشست، تو على الابس، واحده بايسبس، واحده ترايسبس. اذا بس بتدي مكان معين بس البطن نفس الشيء، نركز عليهم اكتر، يعني ممكن اعلي الانتنست على الابس او على الارم اكتر، تمام؟ بس لازم اشغل كل الفول بودي عشان يعمل كونتراكشن للفول بودي مع كل مع بعض، تمام؟ وبنركز اكتر على المناطق اللي هو فيها ايه الاصابات، زي ما حسن حد عنده في ديسك العنقية، ببدا ان انا اقوي التنس اللي حوالين الرقبة، تمام؟ من 20 دقيقة كمان، هي تلت ساعة اكتر بس هي هاي انتنستي، يعني الناس بتبقى فاكره اللي هي تلت ساعه دي انا ازاي هعمل كل اللي انا بعمله في التلت ساعه. بالظبط. في كل الناس بتتخيل ازاي ساعه ونص في تلت ساعه، زي ساعه ونص في الجيم. طيب قول لي بصراحه، بدها دايت معها ولا هاي بيكفي وخلاص؟ كده كده اي رياضه لازم يبقى مهم جدا معها دايت، تمام؟ اي رياضه في العموم هعملها لازم مهم جدا، مش نلبس هاي ونروح ناكل بقى كل شيء. احنا كده كده انا بقى الدايت او جسمنا بيتعود اكتر على الكالوريز. انا بحرق بيرن كالوريز في السيشن او بيرن في اي رياضه بعملها بيرن كالوريز، فلو رحت اكلت مثلا وجبه او حاجه مش انا مش حاططها في الدايت او مثلا مش موجوده في الدايت بتاعي، رحت اكلت مثلا واكتر من الكالوريز اللي انا حرقتها، فانا اكني ما عملتش اي حاجه، انا لعبت بس على فاضي وكلت اللي انا عايزه. هي اهم حاجه اللي انا لازم امشي على الدايت بلان كويس واتمرن، فهما الاثنين بيعتمدوا اكتر على بعض. وحاجات والثالثه بتاعتهم ان احنا لازم بنبقى ننام كويس برضه. النوم طبعا، الثلاثه بيعتمدوا على الوقت، نوم، دايت، تمرين، وشرب ماي. وشرب ماي دايما دايما يقولوا لنا الجمامي شرب الماي، فانا مش عارفه السر يعني دايما لان كده كده المسلز اصلا بتشيل ميه، فلازم يوصل لها ميه، فاحنا لازم نشرب ميه كتير اصلا عشان هي بتنزل لنا ميه كمان الزياده اللي في الجسم، تمام؟ فيعني ما يعتمدوش بس عليها، يعني عشان بس نوضح للناس الميه يعتمدوا بس عليها بكل شيء، بس هي كافيه عن اي تمرين تعمله، تمرين تاني يعني هي بتعوض نفس الثلث ساعه كانك عملت ساعه ونص او ساعتين وكل يوم. لا هي بتبقى تو ماكسيمم تو سيشن في الاسبوع. يعني